إذا ثبت أنه ابن زنديق يستتاب فإن تاب إلا قتل. وبعضها أن يرى يبقى مطلقا ولا يستتاب إذا ظهر عليه أنه في الباطل مكذب مجاحد للحق ويتظاهر بالإسلام. ظهر بعض كثير من العلم أنه يقتل حدا كافرا، وبعضها لم يستتيبه فإن تاب واستقام على دين الله ولم يظهر له بعد ذلك بعد النفاق فلا بأس وإلا قتل. لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقا عمليا، فإن النفاق نفاقان: اعتقادي وهو المكذب لله ورسوله في الباطن، هذا كفره أكبر نعوذ بالله، وهذا الذي قال الله فيه إنه لا في الدكة أسفل من النار ولن تجد له نصيرا، يعني هم في الدكة أسفل من الكفار تحت الكفار نعوذ بالله. أما النفاق الثاني نفاق العملي، يكون يتكاسل الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يكون الأمانة، هذا نفاق عملي نعوذ بالله، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر نسأل الله العافية.